أهلا بكم. بعد أن كانت الجامعات العراقية تتصدر جامعات المنطقة في التصنيفات العالمية في جودة التعليم، أصبحت اليوم خارج هذه التصنيفات تماما. فالتعليم العالي في العراق بدأ بالانهيار فعلا في العام 2003 بعد سيطرة الأحزاب الطائفية على المؤسسات التربوية والتعليمية في العراق، ومنها الجامعات العراقية التي بات شهاداتها وبحوثها العلمية بلا رصانة علمية. فعشرات الجامعات والكليات الحكومية والأهلية في العراق باتت مهمتها الوحيدة هي الزج بآلاف الطلاب من حملة الشهادات الجامعية إلى سوق البطالة السافرة والمقنعة وليس إلى سوق العمل كما يفترض. تردي منظومة التعليم الجامعي في العراق وما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل فعلا تحول التعليم الجامعي العالي في العراق بعد العام 2003 إلى مجال للتجارة والاستثمار السياسي والمالي؟ ولماذا باتت جامعات العراق العريقة خارج التصنيفات العالمية في جودة التعليم والرصانة العلمية؟ وهل فعلا أصبحت وزارة التعليم العالي في العراق شاهد زور ومحللا للشهادات الجامعية الهزيلة والمزورة فقط؟ وما هي السلبيات التي انعكست على مستوى التعليم العالي الجامعي بعد سيطرة الأحزاب والميليشيات الطائفية عليها؟ وما فائدة عشرات الجامعات والكليات الحكومية والأهلية إذا كان التعليم العالي بهذه الرداءة والضعف كما يقال؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، فالح الخطاب، ثامر العلواني. من صدارة أنظمة التعليم في المنطقة قبل عدة عقود إلى ذيلها ما بعد الغزو الأمريكي، هكذا تحول نظام التعليم العالي الجامعي في العراق آخذا بالانحدار حتى وصل هاوية أصبحت معها الشهادة الجامعية في كليات العراق عارا على حاملها، بعد أن ضرب الفساد في صميم البنية التعليمية. خارج التصنيفات العالمية والعربية أصبحت جامعات العراق بعد أن بدت مرتعا للتزوير والمحسوبية وتحولت إلى مراكز لتدمير الأكاديميين عبر شحنهم بالخطابات الطائفية بدلا من استثمار قدراتهم العلمية الهائلة. من أبرز مظاهر انهيار التعليم العالي انتشار الجامعات الأهلية التي قدمت الربح المالي على الرصانة العلمية، واستلم دفة إدارتها أشخاص يفتقرون إلى الكفاءة أو الأمانة العلمية. الجامعات الحكومية أسوأ حالا، فلم يبق من بريقها إلا تاريخ اسمها العريق. أما في الواقع فضربها الفساد الحكومي وهيمنت عليها الميليشيات والساسة المتنفذون، بحيث أصبحت أشبه بالأفرع الأمنية التي تقيد إبداع الطلاب وتملي عليهم ما يتوافق مع أهواء هؤلاء الساسة. أسوأ من ذلك كله سرقة المستلزمات الجامعية الحكومية وانتشار التزوير واستشراء شراء المواد من الأساتذة الجامعيين، يضاف إليه انتشار المخدرات بين الأوساط الطلابية وترك الباب مفتوحاً لتمرير سلوكيات مدمرة للضوابط الأخلاقية. أكثر من ذلك أصبح هناك عزوف عن التعليم بسبب بطالة الخريجين السابقين وبقائهم بلا عمل أو امتهانهم أعمالاً لا تتناسب ومستواهم التعليمي. رغم هذا الواقع المرير ما زال التعليم العالي في العراق آخذاً إلى انحدار أكبر، ومعه يدخل البلد في دوامة ضياع علمية في فضاءات جهل واسعة فتح بابها الاحتلال وعبد طرقاتها شركاء العملية السياسية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في واقع التعليم الجامعي العالي في العراق. ضيوف الطاولة: الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتور فالح الخطاب الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، وسيكون معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور ثامر العلواني. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. دكتور رافع الفلاحي، الآن التعليم الجامعي في العراق سواء على مستوى الكليات أو التعليم ماجستير ودكتوراه في حالة يعني يرثى لها، يعني وفق التقارير الموجودة، هل التعليم الجامعي في العراق ضعيف، هزيل، مشوه، أم هناك من يتحدث أنه هذا التعليم الجامعي الحقيقة في موت حقيقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، ربما يعني العبارة التي صدرت عن منتدى دافوس والتي يعني
الإشارة للتعليم في العراق أنه خارج التصنيف، لم يوضع توضع الجامعات العراقية كلها داخل التصنيف الجامعات المعترف بها في العالم كله. وعندما سئلوا لماذا قالوا أن في العراق ليس هناك تعليما، وبالذات تتحدثون كانوا عن التعليم الجامعي. والتعليم الجامعي هو أحد مخرجات يعني المرتبطة بالتعليم الابتدائي والقبل يعني. الحقيقة التعليم الجامعي لدينا في العراق كارثة كبيرة. ليس لدينا جامعات رصينة مع الأسف الشديد، بعد أن كانت جامعاتنا يضرب بها المثل وكانت تتبوأ مراكز عليا في كل التصنيفات الدولية، وكان خريجي الجامعات العراقية معترف بهم في كل الدنيا، معترف بشهاداتهم بخبراتهم، وكانوا مهندسين وأطباء ومن كل الأصناف. الحقيقة أعداد الخريجين، وهو هذا ما يهمنا، أعداد الخريجين كانوا يمتلكون خبرات ومعلومات وعلوم تؤهلهم للعمل في كل المجالات التي هي من اختصاصهم. وكانت هناك مجالات حقيقية، أنا لا أتكلم عن فترة معينة، أنا أتكلم عن فترة من تأسيس الدولة العراقية، وطبعا الكليات عندنا بدأت حتى ربما قبل تأسيس الدولة العراقية. المعلومات مثلا كلية الحقوق كانت عام 1911 أو ثمانية نعم، وغيرها معهد المعلمين العالي اللي هو يعتبر واحدة من اللي صار بعدين كلية التربية، أيضا هو كلية من الكليات وكثير من الكليات. الحقيقة المهم التعليم لدينا، التعليم العالي كان لغاية عام 2003 رغم حتى فترة الحصار كان رصينا، كان له هيبة، كان مجاميع من الأساتذة القائمين على هذا التعليم لديهم إطار معين ولديهم معايير في التعليم. وقبل هذا التاريخ يعني حتى قبل الحصار كانت هناك خطط تنموية في العراق تستوعب كل الخريجين كل الاختصاصات. يعني نعم ليس الجميع يدخل الجامعات، يعني في كل دول الدنيا ليس المطلوب أنه يدخلون 200 طالب إلى المدرسة الابتدائية، 200 طالب يجب أن يصلون أو يصل 180 من عندهم إلى الجامعات ويتخرجون، ليس هذا المطلوب. لأنه في كل بلد أنت تحتاج إلى السائق، تحتاج إلى الفني، تحتاج إلى السمكري، تحتاج إلى كل الاختصاصات تحتاجها، وتحتاج أيضا إلى المهندس والطبيب والصحفي، وتحتاج إلى المحاسب وغيره. فأنت لديك يعني جامعات تخرج مجاميع ومدارس ومعاهد أخرى تخرج مجاميع أخرى، فبالتالي هناك موازنات وهناك خطط تنموية وهناك قياسات معينة تدفع بمجاميع الخريجين إليها. هذه لم يعني حد 2003 سقطت مباشرة، لذلك أخرج العراق من كل التصنيفات لأنه بدأت مرحلة جديدة. والمرحلة الجديدة ملامحها اسمح لي دكتور سنتحدث عن المرحلة الجديدة، نعم، مع بعد العام 2003. دكتور فالح الخطاب، دكتور رافع قدم إيجاز عن واقع التعليم والجامعات سابقا في العراق من تأسيس الدولة العراقية للعام 2003، وكانت طبعا هذه الجامعات والتعليم على قدر وافي من الرصانة ومن الاعتبار، وكانت ضمن تصنيفات دولية في جودة التعليم. هل تعتقد أن التعليم العالي فعلا تردى بعد عام 2003 بدون ما قبل عام 2003؟ هناك أيضا كان حصار، هناك كان أيضا مشاكل كثيرة في العراق، وتحول بعد عام 2003 ليس فقط لم يصف فقط بالتردي، وإنما أصبح مجال الاستثمار السياسي، وتحولت الجامعات والحرم الجامعي إلى منابر أيضا للطائفية وللشحن الطائفي ولأيضا بث خطاب تكريهي. فعلا الصورة هكذا بعد عام 2003؟ بسم الله الرحمن الرحيم. للأسف نعم الصورة هكذا، وربما تكون أسوأ بكثير حقيقة. يعني عندما نتحدث، نحن نتحدث عن ربما صورة خارجية، ولكن من يعيش في العراق ويلمس المعاناة التي تعيشها الجامعات يعني يعتقد أو يصل إلى قناعة يقين بأن هذه الجامعات أصبحت هياكل تكاد أن تسقط حتى من ناحية البناء. يعني الأمر حقيقة إذا أخذناه، الدكتور رافع تفضل، بالفعل العراق كان من الدول المصنفة، نحن جميعا درسنا في العراق، هناك تقاليد في العراق، تقاليد دراسية، المدرس في العراق له قيمة، له مكانة،
معروف هذا الكلام في المتوسطة، في الابتدائية، في الإعدادية، في الثانوية، وهناك مراكز علمية في العراق. هذا الأمر انسحب على الجامعات، والدكتور رافع أشار إلى قضية التنمية، وهذه نقطة مهمة. نحن شهدنا في العراق في السبعينات ما أطلقت عليه في وقتها الدولة العراقية التنمية الانفجارية، التي كانت تعني إعداد جامعات متميزة وجامعات تفي بأغراض هذه التنمية الانفجارية. لعلنا نتذكر جيدا المراكز العلمية البحثية التي كانت تعد طلاب، مثلا مركز ابن الهيثم، مركز الكندي، كلنا يذكر هذا، كانت تعد بالفعل طاقات علمية كثيرة، وهناك كثير من الأشياء. يعني العراق كان يتوسل بقضية التعليم العالي من أجل أن يبلغ أهداف تتناسب مع أهداف التنمية الانفجارية التي كانت تخطط لها الدولة العراقية. وبالتالي كنا نشهد أن مجال التنافس في داخل الجامعات إنما هو تنافس قائم بالفعل على مستويات علمية. أنا أذكر جيدا وكلكم يعرف أنه المعدل كان يفرض مثلا الأعلى معدل في العراق بالنسبة للثانوية، طالب الثانوية، هو كلية الطب، يليه تماما الهندسة طبعا، لكن نعلم أي فرع في الهندسة؟ الهندسة الكهربائية كانت تأخذ أعلى معدل. يعني إذا كان الطب 99، الهندسة الكهربائية 98-98.5. الآن نرى العاطلين عن من خريجي الهندسة الكهربائية، بالذات الهندسة الكهربائية مثال طبعا، هذا علماء، يعني تستطيع أن تتكلم عن هذا الفرع لأنه فرع يخرج علماء، هو يعني شيء قريب من الحقيقة. كل الخريجين الآن من جميع اختصاصاتهم الآن معتصمون في الشوارع بلا توظيف، بلا صحيح تجريب. لكن نعم. أتكلم عن فرع غاية نعم. في الارتقاء، يعني نعم. يعني يعني يأتي بعد الطب مباشرة. نعم. على أي حال المستوى العلمي كان في العراق متقدم، أنا حقيقة أقول أنه متقدم. أذكر جيدا يعني إذا تسمح لي، عندما كنت أدرس في بريطانيا، يوم من الأيام جيت إلى المكتبة، موظف المكتبة، كنت أسأل عن كتاب، فنظر إلي هكذا قال لي: أنت عراقي؟ قلت له نعم. قال لي: ما هي قضيتكم؟ قلت له: أي قضية؟ قال لي: الآن عندنا طلبات على الأطروحات الجامعية الجديدة التي تصدر، جديدة يعني مثلا خريجي البي اتش دي هذا العام، قال لي طلبات عليها، وتجمع هذه الأطروحات وتشحن إلى العراق عبر البريد الدبلوماسي للسفارة العراقية في لندن. هكذا كان الاهتمام. وطبعا كنا نعرف أن الجامعات كانت تخرج، لكن اليوم دكتور في العراق حوالي 70 جامعة وكلية موجودة تخرج آلاف من الطلبة من مختلف الاختصاصات في كل مدينة جامعة. أستاذ ماجد، لأنه القضية انتقلت. نحن نعلم مثلا، نسمع عن جامعة هارفارد، أليس هذا مؤشر صحي على أن هناك تعليم، التعليم في متناول جميع الشرائح، حتى مؤشر الذين فاتهم التعليم بإمكانهم أن يكملوا التعليم في الجامعات؟ هو مؤشر صحي إذا اعتبرنا أن وجود 650 حزب مثلا. نعم. مؤشر صحي على العملية السياسية، على وجود حياة ديمقراطية سياسية مثلا. نعم. لكن نحن نعلم أنا أقول جامعة هارفارد وأكسفورد جامعات عريقة، كلنا يعلم ذلك، جامعة ييل، جامعة ستاندرد كذا، لكن ماذا، ما هي هاي الجامعات؟ هاي الجامعات تقوم بالمال، تقوم على المال. ما هو المال؟ المال للاستثمار العلمي. ما يجري في العراق الآن الاستثمار التجاري باسم الجامعات. هناك فرق، البحوث هناك تمول عن طريق الاستثمارات الجامعية التي تهيئ أبحاث كبيرة عظيمة تخدم الدولة. نحن ليس عندنا دولة، لا يوجد دولة، ولا يوجد يعني نظام تعليمي، ولا يوجد المخرجات. هي سنتحدث عن المخرجات وعن أيضا عناوين لماجستير ودكتوراه، يعني الحقيقة عجيبة وغريبة في العراق، لا علاقة لها لا بالمجتمع ولا بنهضة ولا بربما خطط للتنمية. دكتور ثامر العلواني، أولا مرحبا بك معنا. حياك الله أستاذ ماجد، وتحية لضيوفك الكرام في الاستوديو. أهلا وسهلا. من ضمن أيضا التهم الموجهة إلى التعليم في العراق، الشهادات الجامعية، البحوث العلمية التي تكتب أو تعد في مؤسسات بحثية في العراق، أنها تفتقر تماما إلى الجودة والرصانة العلمية. هل تعتقد أن هناك عدم اكتراث، عدم مبالاة بهذا المعيار، الرصانة العلمية، جودة التعليم، ولذلك الجامعات العراقية الآن خارج التصنيف تماما بعد ما كانت
لها الصدارة والمراكز الأولى في هذه التصنيفات سابقا قبل عشرات السنين؟ أخي الكريم أستاذ ماجد، معايير الجودة وضعت أولا في مواكبة العصر في التعليم المعرفي، اختيار برامج ومناهج وخدمات مطروحة تناسب التعليم في أي دولة كانت. هي ليست أولا، هي ليست طرفا فكريا يمكن التخلي عنه في أي جامعة، بل هي الآن هي ضرورة علمية وحياتية، لأن الاقتصاد المعرفي مرتبط بالثورة الاستثمارية للشباب، وأفضل رافد للدولة والشعوب والجامعات. عدم الاهتمام بمعايير الجودة يؤدي إلى تهميش هذه المؤسسات، ربما اندثارها عالميا. عندما تكون الجامعات العراقية خارج المعايير العالمية يؤدي ذلك إلى تهميش الجامعات العراقية واستبعادها تدريجيا. هذا يعني أن مخرجات الجامعة سواء الطلاب أو الباحثين أو البحوث أو التجارب ستكون ضعيفة ولا تعتمد دوليا، بل ستكون في مهب الريح. لذلك تقول الحاجة ملحة عالميا ومحليا لضمان الجودة في التعليم. أما عدم اكتراث الوزارات أو الحكومة الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال فهي لها أسباب عديدة. أولا عدم الاكتراث هو نابع من جهل القائمين على المؤسسات التعليمية. أنت كيف تنتظر من جاهل أن ينصر طبقة العلم والعلماء والباحثين، أو أن يقيد البحوث، أو أن يهتم بضوابط ومعايير وتجارب الغير؟ هذا يذهب به إلى مبدأ فرعون لا أريكم إلا ما أرى، يعني هو لا يعلم الجدوى من هذه المعايير لماذا وضعت وما هي السلبيات من عدم توفرها. ثانيا هذا يعني عدم وجود سياسة واضحة مخطط لها متفق عليها مثل ما تفرق له الدكتور رافع الوصول إلى الهدف المنشود. كل وزير تعليم يأتي يصنع ما يحلو له وليس للدولة سياسة في التعليم. أهم شيء أن هناك جامعات تخرج طلاب بكميات كبيرة، أما النوع والكفاءة فهذا غير لازم، ما لا يهتمون به. ثالثا لا يمكن، ونحن في العراق والسلطة في العراق هي مبنية على المحافظة الطائفية والعرقية، لا يمكن أن نبعد البعد الطائفي في عدم اكتراث ما يجري في الجامعات، لأننا في العراق دولة مبنية على محافظة طائفية وعرقية. كل وزير يأتي من حزب معين، مثلا التعليم العالي تحت سلطة حزب الدعوة من سنوات، الوزير يفعل ما يحلو له، يعترف بالجامعة الفلانية من الدولة الفلانية ويسحب الاعتراف منها. كل سنة تجد أنه اعتراف بجامعة ثم سحب الاعتراف في السنة الأخرى. المهم غاية ما يقوم به الوزير في وزارة التعليم العالي أن يجعل الوزارة حزبية طائفية، الموظفون يخضعون للفكر الطائفي، أو أن يجعل الموظف يسير وفق ما هو مطلوب بهذا الاتجاه، بعيد كل البعد عن تحقيق المعايير العالمية للجودة. وأيضا هناك نقطة مهمة، هو أن الأحزاب المتنفذة لديها جامعات الخاصة أكثر من 60 جامعة أهلية. اسمعني، سنتحدث أيضا عن السلبيات التي انعكست على الواقع التعليم العالي والجامعي في العراق بسبب الاستثمار الطائفي أو هيمنة أحزاب طائفية وميليشيات على هذا القطاع المهم. دكتور رافع الفلاحي، يعني هناك أيضا اتهامات للتعليم العالي أن هذه الوزارة، وطبعا يقع في نطاق عملها قضية الجامعات والكليات، ليس لها من عمل سوى أنها تصدق وتصادق على الشهادات المزورة، تمرر الشهادات المزورة، وكأنها أصبح الشاهد زور ومحللا لهذه الشهادات بدل أن تعالج هذه المشكلة. هناك سلبية كبيرة تحاول أن تتوقف عندها، تعيد النظر فعلا الوزارة بهذه الطريقة بغض النظر عن تهم الطائفية وما إلى ذلك والمحاصصة، فعلا شاهد زور هي الآن تقوم بهذا الدور. هل تعي هذه الكارثة الوزارة؟ أستاذ ماجد، يعني ربما سأجيبك بطريقة أخرى. يعني وزارة التعليم العالي ليست لوحدها، ليست جزيرة مقطوعة عن باقي الجزر مثل ما سمى، ليست وزارة معزولة عن باقي الوزارات، هي مرتبطة بكل الوزارات، مرتبطة بنظام سياسي وتوجهات ثابتة. نحن نسأل دائما، وهذا السؤال المشروع، يعني لماذا البلد الفلاني، أي بلد في الدنيا، يقيم المدرسة، يقيم رياض الأطفال، يقيم الجامعة، لماذا؟ يعني يريد أن يتطور، يريد أن هذه الأجيال تخدم هذا البلد، تتطور هذا البلد، فبالتالي يضع مناهج ويضع أطر ويضع معايير للتعليم وصولا إلى مخرجات من هذه المدارس وهذه الجامعات، مخرجات يستثمر بها
تفيده في بناء المستقبل في نهوض البلد. لدينا في العراق من 2003 لحد الآن ليس هناك توجه بهذا وهذا ملغي نهائيا. ليس لدينا توجه للمستقبل، ليس لدينا رؤية للمستقبل، فلذلك ليس لدينا معايير صحيحة، ليس لدينا رؤية صحيحة لإقامة منهج صحيح، تدريس صحيح، مدرس صحيح، مدرسة صحيحة، جامعة صحيحة. فبالتالي عندما تلوم وزارة التعليم العالي هي جزء من فساد عام، جزء من خراب عام، هي لا يهمها مستوى الطالب وشلون راح يتخرج وش راح يفيد. الآن لدينا هذا ما أريد أن أتحدث عنه، لدينا في العراق الآن، اسمعني دكتور، قبل 3 أيام وزير التعليم العالي الحالي قصي السهيل قال رئيس جامعة بغداد من ضمن أيضا هناك تهم فساد لآخره أن جامعة بغداد تستورد لحوم من الهند وتبيعها إلى داخل العراق على أنه لحوم عراقية. نعم. هذه واحدة من الكوارث. نعم. يعني أنت تحول الجامعات إلى تاجر. نعم. تتاجر بالناس من خلال الأموال التي تأخذها من عندهم وتبتزهم بها، وتتاجر أيضا بالبضائع تحت مسميات معينة لخدمة أطراف معينة وأحزاب معينة. نعم. مثل ما لدينا أحزاب سياسية ترعى الملاهي وترعى صالات القمار، هذا ما موجود بالعراق الحقيقة. فلدينا اليوم وزارة التعليم العالي الآن مشرفة على نحو 36 أو 37 جامعة رسمية. أنا أتحدث عن الشمال، يعني الشمال أربيل أربيل وسليمانية ودهوك خارج هاي سأتحدث عنها، لكن المحافظات الأخرى لدينا حوالي 36 جامعة. قال عدد الكلي هو في كل العراق 66 جامعة. لا سأحدثك. نعم. لماذا تفضل. هذه 36 رسمية. أما الجامعات الأهلية فلدينا جامعات أهلية وأقسام بحدود 65 65 جامعة وكلية. تقصد رسمية حكومية لو غير معترف بها؟ حكومية وأقصد أهلية. أهلية. نعم. نعم. فالجامعات الأهلية 65 جامعة وكلية أهلية 65 وحدة، والجامعات الرسمية الحكومية بحدود 36-37 جامعة. في المجموع أكثر من 80 جامعة الحقيقة موجودة عندنا بين قسم وبين يعني بين جامعة وكلية. عدد الطلاب مثلا ستقول لي هذا مثل ما قلت قبل قليل للدكتور، تقول له هذا جزء من تطور. نعم. يعني هو حقيقة البعض ربما يواجهنا بهذا السؤال عندما يعرف مثلا هناك الآن في هذه السنة 3335 طالب دراسات عليا ماجستير ودكتوراه. هذا شيء كبير. أنت لديك أكثر من 200,000 طالب يدخلون سنوياً إلى الكليات الرسمية والكليات الأهلية، إضافة إلى 8 جامعات في المحافظات الشمالية في أربيل ودهوك والسليمانية. العدد هائل جداً جداً. ما هي مخرجات هذا العدد؟ هل سوق العمل يحتاج إلى كل هؤلاء الخريجين؟ هذا العملية تراكمية. أنت من رياض الأطفال إلى المدرسة إلى الجامعة وأنت تستثمر بهؤلاء. ممكن. نعم. نكمل بعد الفاصل. نعم. لأن الفاصل يطلب مني فاصل. إذا المشاهد الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو عن واقع التعليم الجامعي العالي في العراق. ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تبحث في واقع التعليم العالي في العراق. ضيوف الطاولة دكتور رافع الفلاحي ودكتور فالح الخطاب، ومعنا من العاصمة الأردنية عمان عبر الهاتف مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور ثامر العلواني. تفضل دكتور.
أريد ربما يعني الآن يعني جاء في بالي قضية أخرى، أنه المعايير العلمية الدولية تتحدث أنه لكل مليونين شخص في أي بلد بالعالم، كل مليونين شخص يحتاج إلى جامعة. فنحن إذا كنا 40 مليون مثل ما يتحدثون، ما أعرف يعني ماكينة التفريخ بالعراق يوميا للعدد، مع ذلك إذا كنا 40 مليون فإحنا نحتاج إلى 20 جامعة. إحنا لدينا الآن 80 جامعة ونحن نحتاج إلى 20 جامعة، العدد كبير جدا. طيب هل لدينا إحنا خطط تنموية؟ هل لدينا صناعة؟ هل لدينا زراعة؟ هل سوق العمل اللي حضرتك تحدثت عنه يستوعب هذا؟ إحنا لدينا خلل كبير في سوق العمل، سوق العمل فيه من العاطلين، من خريجي من عدد من غير الخريجين ومن خريجي الابتدائية والمتوسطة الثانوية نحو 5 ملايين عاطلين عن العمل، يضاف لهم 3 ملايين من خريج الكليات، هذا 8 ملايين حتى من حملة الماجستير والدكتوراه. نعم أيضا نعم نعم في هاي 8 ملايين أنت لديك عاطلين، سوق العمل لا يستطيع أن يستوعبهم. إضافة إلى هذا إن كان هناك سوق عمل، هذا هو يجب أن يكون عندك سوق عمل. نعم. هو غير موجود. 8 ملايين أنت بشكل رسمي هذا. إضافة إلى هذا الحكومة تتحدث أن هناك الآن 6 ملايين موظف عراقي. نعم. 2 مليون منهم عسكريين و4 ملايين مدنيين. 4 ملايين قبل فترة أجروا مسح على 11 وزارة، جرت عملية مسح 11 وزارة لمعرفة الوقت اللي يشتغل به الموظف كم يستغرق. هذا من 8 ساعات رسمية عمل ظهر أنه الإنتاجية عمله لا تتجاوز من 10 إلى 18 دقيقة يوميا من 8 ساعات عمل. فبالتالي أنت عندك عملية تحسبها بشهر كامل، وإذا 30 يوم 240 ساعة هو يشتغل 10 ساعات من 240 ساعة. فأنت أيضا عندك 4 ملايين هاي بطالة مقنعة، تضاف إلى 8 ملايين لديك 12 مليون عاطل عن العمل. سوق العمل الحكومي اللي هو الوحيد اللي موجود غير قادر أن يستوعب، ولا إحنا نريد ولا الدنيا كلها تريد أن تجيب مجاميع من خريجي هذه الكليات اللي هي يتخرجون بدون رصانة علمية، المواد العلمية التي تلقى إليهم للتلقين فقط للدخول إلى الامتحانات وليس لزيادة المعرفة ولزيادة الآفاق لبحوث مثل ما كان العراق هكذا. الآن لا، مجموعة معلومات تبذل لأجل التلقين والدخول إلى الامتحانات والنجاح، عمليات الرشا والفساد، الرشا والفساد. نعم. وبالتالي أنت لديك جامعات تفرخ. نعم. يوم بعد يوم، لأنه أبسط قضية في العراق، أبسط مشروع تفتتحها هو الجامعة، لا تحتاج سوى أن يدعمك. نعم. شخص أو يدعمك حزب. وهي نقطة مهمة إذا سمعي دكتور. نعم. دكتور فالح الخطاب، على ذكر الاستثمار سياسي مالي طائفي، سيطرت هذه الأحزاب يعني الأحزاب الطائفية بفكرها الطائفي بخطابها السياسي والإعلام الطائفي على الجامعات، أي أضرار أو سلبيات طبعت بها الجامعات أو الوسط الجامعي من سيطرة أحزاب طائفية على الجامعات والكليات، وحتى قضية حتى المناهج أيضا بهذه اللغة الطائفية بهذا النفس الطائفي؟ يعني هذه ربما كارثة كبيرة، لأنه مستوى الجامعات انتقل من الطبيعة العلمية البحتة التي تتجاوب تتناغم مع خطط التنمية، مع تحتاج الدولة، مع البحوث العلمية الجديدة، مع مواكبة ما يجري في العالم، انتقلت الآن إلى فكر آخر. نحن شهدنا في الفترة الأخيرة بحث أطروحات يعني يندى لها الجبين حقيقة، يعني أنا ما أحب أذكر بعض الأمثلة التي يعرفها الناس، يعني أمثلة طائفية حقيقة وأمثلة يعني ممارسات طائفية أيضا، جامعات فيها تجرى سنويا فيها قضية تطبير ولطم أشكال. يعني نعم. يعني أنت تتعجب عندما ترى أنه تخريج بل حتى الكليات العسكرية، الكلية العسكرية نعم، يخرجون الطلبة مثلا في صحن المرقد الفلاني. نعم. هذا يعني ويؤدي القسم العسكري هناك وقسم. نعم. يعني أنت فهنا كذلك الجامعات سرى لها هذا الوباء الذي نشهد. حتى طبعا هذا كله انعدم معه هيبة التعليم، هيبة التدريس، يعني وحتى التدريسيين الذين يدرسون في الجامعات يعني اضطروا إلى إما مسايرة الموجة أو هم يعني نقول مهيئين بعضهم لذلك، أو مسايرتها أو الهروب من الجامعات.
وبالتالي احنا نشهد الان تردي كبير جدا في موضوعات يعني تعليم عالي حقيقي بالعراق لا يوجد، والمخرجات هذه تعتمد على مدخلات كثيرة كلها للأسف لا تشير إلى وجود هذا التعليم. حتى مسألة الشهادات اللي تفضلتوا بها، يعني حتى الدكتوراه البي اتش دي الآن هو قضية مختلف عليها، يعني ما يأتي من فرنسا مثلا وبعض بلدان المغرب العربي عن النظام الفرنسي شهادة الدكتوراه تختلف عن الدكتوراه. كثير من الباحثين الآن هناك بحوث تتكلم عن أنه الطاقم التدريسي في كثير من هذه الجامعات اللي تحدثون عنها هم ليسوا دكاترة بالمعنى الحقيقي، إنما هناك دبلوم أو ماجستير أو كذا. طبعا الدرجات العلمية أنت تعرف الجامعة بناء متكامل، إذا لم يكن بناء متكامل لا خير فيه. وبالتالي نعم الميليشيات تغولت وسيطرت، الفكر الطائفي، البرامج المناهج أعيد تشكيلها بحيث أنه أنت لست أمام عملية تعليمية، لست أمام نهج تعليمي، إنما أمام يعني تخريج مجموعات طائفية معينة. وإذا كان كل حزب كل ميليشيا عندها جامعة فهي يعني على هواها وفي تدور في فلكها. الواقع حقيقة مهما تكلمنا فيه يعني لا يغطي حقيقة ما موجود في العراق الآن. نعم. الموجود في العراق الآن وضع خطير جدا، هو كما قلنا ولا نمل من هذا الكلام، يراد تحطيم العراق، تدمير العراق بعد أن كان يعني الحصار. ظلت جامعة الموصل إلى آخر التسعينات تستلم أفضل الكمبيوترات والحاسبات. نعم. اللي كانت الدولة ما تملك ثمنها لكن تجيبها من أجل إدامة العملية الجامعية، الآن هذا أين؟ نعم دكتور ثابر العلواني في عمان، جيد ذكر دكتور يعني فالح الخطاب عن قضية العناوين الطائفية في رسائل الماجستير وطروحات الدكتوراه. هل تعتقد أنه العراق يحتاج إلى هذه العناوين الطائفية في رسائل الماجستير والدكتوراه كما هو الآن موجود؟ هل فعلا هذه العناوين قد تعكس جزءا من هوية المجتمع في العراق؟ يعني لا ضير في أن تكون رسائل ماجستير دكتوراه بهذه العناوين؟ أخي الكريم، ظهور بحوث ورسائل الجامعات العراقية بهذه العناوين لا يمكن أن تصلح أن يطلق عليها بحوث علمية. بعض من هذه البحوث والرسائل مثل ما تفضل أستاذ الخطاب تفوح منها رائحة الطائفية، تجد وضوح تام على تدني مستوى البحث العلمي والإبداعي في العراق، وهذا لا شك هو خلل كبير ودليل على ضعف مستوى ثقافة وعلم الأساتذة في العراق، بل هو إشارة واضحة على تدني مستوى التفكير. إضافة إلى ذلك البعد الطائفي عند الطلاب وكادر التدريس مرورا برئاسة الأقسام وعمادة الكلية وصولا إلى وزارة التعليم ثم انتهاء بالحكومة، كلها تدل على أننا في دولة طائفية، وإلا كيف تقبل عناوين طائفية وعناوين هزيلة لولا الدفع الطائفي من الحكومة ما قبلت. وهذا يجعلنا نقول بكل يقين أننا في دولة طائفية بامتياز تدل على بؤس الواقع الاجتماعي والعلمي في العراق ككل. الدراسات العليا لم تعد هي وسيلة لتطوير البحث العلمي، وإنما أصبحت وسيلة فقط لمنح الشهادات. هذا أودى بنا إلى انتشار التزوير، طريقة نتائج بحوث منشورة لآخرين، ادعاء بإجراء تجارب من المستحيل إجراءها في ظل الظروف الفقيرة في العراق. لذلك كانت هناك مواقف صريحة من بعض المؤسسات الدولية المختصة بعدم الاعتراف بالمجلات العلمية. المجلات العلمية العراقية لا تعترف بها كثير مؤسسات عالمية لأنها غير مقتنعة بعلمية المجلات العراقية ولا بجدية البحوث والمقالات المنشورة فيها. هناك مؤسسات دولية صرحت بأن العراق لا يوجد فيه إلا 4 مجلات علمية فقط، هذا سنة 2014 أظن، بينما وزارة التعليم تقول أنه لدينا 237 مجلة علمية. هذا يعني أنه هذه المؤسسات لم تعترف من 237 إلا بأربع مجلات، يعني 233 غير معترف بها. لو أتينا إلى البحوث في إحدى السنوات أظن سنة 2014-2015 بحسب منظمة اليونسكو، نعم، بلغ عدد البحوث العلمية المنشورة في العراق 184 بحث، أي كما تقول ما يعادل 6 مقالات لكل مليون نسمة من السكان.
وتهتم بالدرجة الأولى، قسمتها 37 مقالة بالطب و 27 مقالة الهندسة ثم باقي الفروع الأخرى. لكن هذه البحوث المنشورة في العراق لمدة سنة، إذا أتينا على سبيل المثال إلى الواقع العربي، في الأردن بلغ عدد المقالات في نفس السنة المنشورة علميا 928 مقالة. نعم. أي ما يعادل 757 بأس لكل مليون نسمة. في تونس وصل العدد إلى 2026، أي 194 بحث لكل مليون نسمة. هذا تدني خطير جدا في وضع العراق. الواقع يقول أنه من دون إزالة السياسات الطائفية وتحسين البيئة العلمية بكاملها، لا أعتقد أن هذه المشاكل يمكن حلها. وضع البحث العلمي والابتكار في العراق هو الأسوأ ضمن الدول. يضاف إلى ذلك أنه عدم وجود بحوث علمية هو بسبب الأمان، فقد الأمان الموجود في العراق. نعم. التهديدات، أعمال القتل التي أودت بحياة العديد من أساتذة الجامعات والاختصاصيين. يشير التقارير إلى أنه أكثر من 1000 عالم وأستاذ من هذه العقول قتلوا بعد الاحتلال. نعم. وأن أكثر من 3000 من العلماء والاختصاصيين تركوا العراق بعد الاحتلال. إذن نحن نعيش في العراق يمكن توصيف البحث العلمي بكارثة غير محتملة في العراق. دكتور رافع الفلاحي، على ذكر استنزاف الكفاءات والطاقات العراقية بعد 2003 بالاغتيال، بالتهجير، بالهجرة، هناك أيضا من يتحدث أن العراق بعد هذا الخراب الذي يعني عرف وشهد بعد عام 2003 يحتاج إلى عملية تنموية كبيرة، إلى عملية نهوض. الآن البلد كأنه أشبه بصحراء، وبالتالي يحتاج إلى طاقات وكفاءات وخريجين جدد للاطلاع بهذه المهمة. لذلك هناك عشرات الجامعات، هناك عشرات الخريجين، إذا لم تتح لهم الفرصة الآن فهم الحقيقة يعني أدوات أو وسيلة لعملية النهوض والتنمية في المستقبل. الآن الدولة انتهت من عملية ربما التحديات الأمنية التي شهدتها خلال 16 سنة، نحن مقبلون على مرحلة بناء، مرحلة تنمية، مرحلة اقتصاد، لذلك الخريجون هؤلاء هم مادتها وهم ركائزها. أستاذ ماجد، هناك طريقتين للتعيين بالعراق. نعم. تحدث عن الخريجين. نعم. طريقتين للتعيين أمام الخريجين، إما وهي خلال 16 سنة اللي مضت، إما أن يكون منتمي لأحد الأحزاب الحاكمة. نعم. ومدعوم من هذا الحزب، لأنه هذه كلها محصصات، كل الوظائف محصصات، لكي يحظى بجزء من حصة هذا الحزب ويدخل الوظيفة ويصبح من جيل يعني البطالة المقنعة. هذا واحد. والثاني عن طريق السماسرة، هناك مجموعة من السماسرة يشتغلون على هذه القضية، تدفع مبالغ كبيرة لغرض التوظيف، 15,000 دولار لأدنى. نعم. عنوان وظيفي معلم في العراق. نعم. معلم. هناك من الخريجين من بلغ 15 سنة على تخرجه من الجامعة و 12 سنة و 10 سنوات بدون وظيفة. نعم. لأنه ليس منتمي لا الحزب ولا يستطيع أن يدفع هذه الأموال للسماسرة. فبالتالي أنت أمام حالة بهذا الشكل. دكتور، وإذا لا سمحت لي، هناك أيضا من حملة الدكتوراه ما بكالوريوس ماجستير دكتوراه، ليس هناك توظيف في الجامعة، يقبل أن يكون مدرس في متوسطة. نعم. وحتى من وجد وظيفة، نعم، هل يعمل في الاختصاص الذي تخرج منه؟ لا طبعا. أبداً. هو مهندس ويعمل كاتب. نعم. طابعة. نعم. هو ما أعرف بهذا الاتجاه. المهم، إحنا لدينا بالجامعات نحو 6,000 أستاذ جامعي غادروا العراق، هربوا من العراق، فيجب أن تحل محلهم مجاميع جديدة. دخلت مجاميع جديدة، بدأت قضية الابتعاث إلى الخارج، كل حزب إلى كمية معدة، هذه محاصصة أيضا، وهناك انفتاح، ابعثوا لكل دول الدنيا، والعالم كله واقف مع هذه العملية السياسية ويقبل من هذا النظام ما يبعثه. من بعث الأحزاب وبعثوا هذول الموجودين اللي كانوا ممكن أن يقومون وهم بنصف كفاءة أو ربع كفاءة الأساتذة الذين خرجوا، فأيضا ذهبوا إلى الخارج ولم يعود، يعني أكثر من 99% من عندهم لم يعودوا حتى أن حصل الشهادة العليا اختصاص، لم يعد يدرس ماجستير، ذهب دورة
دورة عند دكتوراه وذهب دورة تطويرية لم يعد، 99% من هؤلاء لم يعد، وجد فرصته بالخارج ولا يريد أن يعود للعراق. فبالتالي أنت تفتح جامعات، تفتح كليات، تفتح أقسام. لدينا فقط يعني الأقسام المفتوحة بالجامعات الأهلية والكليات الأهلية 575 قسم. طيب من يجيب الأعداد هذه؟ من يجيب هذه الأعداد؟ في عام 2017 عدد المقبولين بالجامعات الرسمية الحكومية 116,000، وعدد المقبولين بالجامعات الأهلية 80,000، بحدود 200,000 مقبولين. هؤلاء إذا بعد 4 سنوات أنت تخرج 200,000، ما خرجت 200,000، خرج 150,000، وين راح يذهبون ذول 150,000؟ أنت لديك مصيبة، لديك مشكلة كبيرة في اقتصادك. أنت ليس هناك سياسة اقتصادية واضحة، ليس هناك خطط تنموية، ليس هناك معايير لاستيعاب هؤلاء، ليس هناك سوق عمل يستوعبهم. أنت ليس لديك لا صناعة ولا خطة تنموية ولا زراعة ولا تعليم ولا مهني، كل شيء هذا تفتقده. إذن ما فائدة أن تخرج هؤلاء؟ وهذا سؤال مهم جدا. نسأل دكتور فالح الخطاب، 70 جامعة تخرج آلاف من الجيوش من الخريجين، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه سنويا، ليس هناك أي آفاق لتنمية أو عملية بناء أو نهضة اقتصادية على الأقل الآن، ليس هناك مؤشرات، أين سيذهب هؤلاء فعلا؟ سيذهب هؤلاء إلى البطالة، البطالة بكل أنواعها سواء المقنعة أو السافرة. وبالتالي أنت تشهد أكداس كبيرة من العاطلين عن العمل والذين يعني قد يجدون، لكن الحكومة تعدهم بالتوظيف لكن فقط تطلب منهم الصبر. الحكومة نعم، الصبر في الدنيا الصبر، نعم. على الفقر كما قال ممثل الكربلائي عبد الملك الكربلائي قال، نعم. يعني نعم. أي لا، هو حقيقة يعني الآفاق مفتوحة أمام أشياء أخرى. أنت عندما تواجه بطالة كبيرة جدا أنت أمام حل من حلين، إما أن يتجه هؤلاء إلى الطرق الحرام، نعم. إلى الطرق المفتوحة على مصراعيها، نعم. مخدرات، شذوذ، أي شيء يبيع نفسه لأي وهي شيء، وهي رائجة في العراق، وهي رائجة، نعم. في العراق. وإما أنت أمام يعني تراكم ظلم قد يؤدي إلى ثورة أو الهجرة أو الانتحار. طبعا يعني حتى الهجرة هذه أصبحت، نعم. لم تعد متاحة أمام، نعم. الجميع حقيقة، نعم. لأن كلها مكلفة. وبالتالي أو قلنا كما قلنا يعني أمام الإعداد لثورة شاملة لا تبقي ولا تذر، وهذا ربما ما نأمل فيه حقيقة. يعني لم يعد همام العراقيين إلا كسر الظلم الذي يقع عليهم، لأنه المشكلة الآن أخي لا تتعلق بهذا الجيل، إنما الجيل القادم، نعم. يعني إحنا عندنا مشكلة بعد تحرير العراق ستكون هناك مشاكل لا حصر لها، يعني حقيقة تدع الحليم حيران. العشوائيات، الشذوذ والمخدرات، يعني هي الشامل في العراق وفق التقارير الحكومية ودولية يعني أيضا. فأنت يعني لا توجد لا دولة ولا خطط ولا تنمية ولا شيء حقيقة. هذا مو يأس، العراق ولاد، العراق قابل للحياة، ولكن المهمة ثقيلة جدا. يعني حجم التدمير وحجم الخراب حجم لا يمكن أن يوصف، لأنه كل شيء فيه خراب وخراب متعمد، نعم. عندما أنت وسدت الأمر إلى غير أهله. سنتحدث عن المتعمد وغير متعمد أيضا. دكتور ثامر العلواني، يعني إذا كان سوق العمل لا يحتاج لكل هؤلاء الجيوش من الخريجين والجامعات، إذن لما موجودة هذه الجامعات؟ بشكل سريع، للأسف الجامعات في العراق أصبحت طرفاً في الصراعات السياسية الطائفية، لأن الأحزاب السياسية الدينية تسعى للسيطرة ليس فقط إدارة الجامعات والكليات فقط، بل وعلى الطلبة أيضاً. بل الأمر تجاوز هذا كله، أصبح لهذه الأحزاب، نعم. جامعات خاصة بها، خاصة بكل حزب، تقدم تسهيلات للطلاب. من بعض الجامعات تتعهد لهم بتعيين نسبة معينة من خريجين كل سنة دوائر الدولة بعد أن يتخرجون. هذا كيف يحصل لولا وجود فساد ينخر جسد الدولة ومؤسساتها؟ هذا يعني أن هذا الخريج سيكون أداة بيد هذا الحزب ويسعى في تمرير أجندة الحزب الخطيرة. فالجامعات للأسف أصبحت ساحة صراع شرس بين الأحزاب والتنظيمات والميليشيات للسيطرة عليها وتسخيرها لتحقيق أهدافها السياسية والطائفية. لكن المفترض أن هذه الجامعة تكون مصنع الكفاءات والمهارات
التي يحتاج العراق في كل مجالات، لأن الجامعات أهم رافد للاستثمار، يجب أن تكون مستقلة تماما، وهذا لا يوجد في العراق. الأمر الآخر، كثرة الجامعات في العراق بدون خطة مدروسة وبدون سياسة واضحة تسبب مشاكل كبيرة. عندما تكون لدينا أكثر من 100 جامعة، طبعا أنا يعني سويت إحصاء، أكثر من 100 جامعة أو كلية جامعة تأسست بعد الاحتلال، منها 17 جامعة في سنة 2014 وحدها. سنة 2014 تأسست وفتحت 17 جامعة. هذا يعني أننا في توهان واضح وفي ضياع كامل. دليل أن الجامعات في العراق أصبحت تنشر جيل أو جيش كامل من العاطلين باحثين عن فرص عمل، بدل أن نسهم الخريجين في بناء شريحة من المهنيين الذين يمكن أن يوظفوا في التنمية وأن يساعدوا في بناء مجتمع، أصبحوا ثقلا كبيرا على المجتمع بسبب السياسات البائسة للمتسلطين على رقاب العراق، لأنهم لا يكترثون ولا يهتمون بتوفير حلول لمشكلة البطالة. لذلك على الجهات الرسمية المعنية بهذا الجانب تقدم تفسير منطقي. شكرا للدكتور ثامر العلواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا من عمان عبر الهاتف. دكتور، على ذكر أن الحكومة غير مكترثة، هل تستطيع الحكومة الحقيقة بإمكانها أن تعالج هذه المشكلة، مشكلة التعليم، إعادة معايير المعروفة لقضية التعليم، الرصانة العلمية للجامعات، معالجة جيوش الخريجين العاطلين الذين ينتهي بهم الحال على الأرصفة أو في مهن لا تتناسب مع تحصيلهم العلمي في بطالة مقنعة، قادرة أم أنها غير قادرة؟ قادرة ولا تريد، أم أنها غير قادرة بسبب تحديات كبيرة، بسبب أعباء تثقل كاهلها؟ أستاذ ماجد، هذه الحكومات اللي تأسست من عام 2003 لحد الآن شريكة في هذا الوضع، شريكة في الوصول إلى هذا الحال، هي من سعت أن نصل إلى هذا الحال، يصل العراق إلى هذا الحال. من يستطيع أن يقوم هذا الوضع، من يستطيع أن يزيل هذا الوضع ويبني نظاما تعليميا جديدا وجامعات جديدة وخريجين بشهادات رصينة بقدرات علمية ولهم مستقبل وأماكنهم محفوظة ويعملون في اختصاصاتهم، ليس هذه الحكومات وليس هذا النظام، حكومة وطنية ونظاما وطنيا آخر، ليس هذا. هذا شريك بالخراب، لا يمكن لجهة شاركت في الخراب أن تبني هذه قضية. يعني القضية هذه متعلقة بما يطلب من هذه الحكومات خارجيا، أم المشكلة بالبنية التفكيرية لهذه الأحزاب والقوى الموجودة الآن؟ القضية مركبة، جزء منها في بنيتها الفكرية وجزء منها ما مطلوب منها. هي ليس مطلوب من عندها أن تبني عراقا مزدهرا مثل ما تحدث الأمريكان، ليس مطلوب من عندها أن يكون العراق إذا كان العراق إذا كانهم يسعون إلى بناء عراق بتنمية بصناعة وبفكر وبخريجين من أرقى ما يمكن، لماذا حاربوا العراق؟ لماذا ضربوا العراق بهذه القضية؟ كان ممكن بتفاهمات معينة تنهى المسألة كلها، هم ضربوه لأنه لا يريدون أن يصل العراق إلى هذا المستوى. فبالتالي الجامعة والوصول هذه مستهدفة بهذه الصواريخ التي سقطت، بهذا الحصار، بهذا الاحتلال، بكل السياسات، وهذه الجامعة والمدرسة والبيت والشارع والمجتمع كلها مستهدفة في هذه القضية. لذلك هذه النتيجة نتيجة طبيعية ومنطقية لهذا الشكل من النظام. هو المطلوب أن يصل إلى، مطلوب أن يكون واحد مثل وزير التعليم العالي الآن وقبل علي الأديب، هذا مطلوب جزء من عنده، الوصول بالتعليم إلى الحضيض، هذه هي الحقيقة. يزعلون يرضون، هذه القضية ليست لها علاقة بسنة وشيعة ونظام سابق ونظام حالي، هذه بإطار عام شامل مطلوب من عنده أن يصل العراق إلى هذا المستوى. ما يزيل هذا هو نظام آخر جديد، نظام وطني ينصف العراقيين، ينصفهم بكل المستويات وبكل التصنيفات، وبالتالي ينصف جامعاتهم وتدريسهم وعملهم. شكرا للدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي، وشكرا أيضا للدكتور فالح الخطاب الكاتب والباحث السياسي، كان معنا هنا في الاستوديو، وكان معنا أيضا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في هذه الحلقة التي بحثت في واقع التعليم العالي الجامعي في العراق. شكرا للمشاهدين الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.